مرحبا. مين فينا صبايا ما بتحب دايما تروح على السبا وتحصل على نتائج كتير حلوة وعلى الاسترخاء اللي بتحصل عليه لما بتزور اي سبا؟ انا اليوم بفقرتي رح اجيب لكم السبا لعندكم على البيت، ورح اجيب لكم منتج خاص من ماركة بليس. هيدي الماركة هي ماركة سبا، تأسست من 18 سنة وهلا عم نقدم لكم منتجاتهم اللي هن نفسها بيستخدموها بالسبا لعندكم على البيت، لانه كل المنتجات سهلة الاستخدام. نحن اليوم رح نقدم لكم فات جيرل سليم، هيدا المنتج اللي بيساعدكم لحتى تعالجوا وتتخلصوا من ظهور السيلولايت اللي بيكون موجود على اجسامنا واللي بيكون كتير كتير زعجنا. شو رايكم روح انا وياكم نشوف هلا فيديو كتير قصير لنتعرف اكثر على ماركت بليس. جميع منتجات سبا بليس متوفرة في جميع أنحاء العالم، من هوليوود إلى هونغ كونغ، ومن بوستن إلى دالاس، ومن برشلونة إلى الدوحة. 500 من الخبراء الفنيين، أفضل عناية بالوجه في العالم، أفضل التدليك والمساجات، أفضل عناية بالجسم، إزالة الشعر بالشمع والليزر، العناية باليدين والأظافر. تحرص بليس دائماً على تقديم علاجات سبا الحديثة والمنتجات الأكثر فعالية لكي تمنحك أفضل تجربة وتجعلك تبدون وتشعرين بالجمال والصحة والسعادة. احصلي على مستوى أعلى من السعادة مع بليس. نحن اليوم اخترناكم من ماركت بليس فات جيرل سليم، هيدي الماشين اللي بتساعدنا او هيدي المكنه الكتير صغيره اللي بتساعدنا لحتى نتخلص من مشكله ظهور السليوليت على جسمنا، بتساعدنا لحتى نخفف هيدي المشكله تماما، تخلي بشره الجسم تكون كتير مجروده وايضا كتير صافيه، كل هيدا الشيء من خلال استخدام كتير سهل، كمان على نتائج تكون طويله الامد اذا بدكم تستخدموه لفتره زمنيه اطول. رح نتعرف اكثر على فات جيرل سليم، كيف النتائج اللي بنحصل عليها، كيفية الاستخدام، وشو هي التكنيك اللي متبعينها من خلال هيدا الجهاز الصغير اللي سهل الاستخدام وكتير خفيف بالوزن، من خلال ضيفتي لليوم واللي هي خبيرة بشرة وأيضا تجميل وهي مديرة قسم التدريب بشركة بليس، ريتشل. هاي ريتشل. هاي، هاو ار يو؟ هابي تو هاف يو. ثانك يو فيري ماتش. Now, first of all, this is a very like well-known treatment, which is getting rid of the cellulite. But what is really unique that we are having a very small, unique, light in weight device that we can use it at home. Tell us first how the vacuum massager works. Okay, so basically the vacuum massager has four components. So we've got the first one, which is the lifting effect underneath, and this is helping to smooth the body. And also we've got the vacuum suction, which helps the massage with the circulation improving. Okay. إذا عندنا نحن تقنية الفاكيوم مساجر أو هي المساج اللي بيكون معتمد على الشفط. هيدي الماشين بتأملنا هيدا الشيء. إذا بدنا نشوف الماشين من تحت، عندنا هيدا الجزء، هيدا الجزء اللي موجود من هون هو بيعمل هيدي السكشن. يعني مجرد نحن ما نحط المنطقة اللي نحن بدنا إياه بيعمل هو سكشن لمنطقة اللي بدنا إياها، وبيساعد كمان ليعمل لنا بمجرد نحن ما نحرك هيدي الماشين على إيدنا، أول ما نحركها بيعمل لنا كمان ليفتنج أو شد لهيدي المنطقة. Then we have the rear roller here. That's going to create a nice soothing and smoothing action over the skin. And then lastly we have the pulse frequency. Now this again is aiding with the massage, so making it more stronger for the client. Okay. هون كمان نحن عندنا هيدا الرولر، هيدول الرولز اللي موجودين بمجرد نحن ما نحركهم على المنطقة اللي نحن بدنا إياها، بيقدر يعمل لنا هون مساج وبيقدر يساعدنا لحتى تكون الجلد اللي نحن عم نحركه كتير مجدود. رح فرجيكم يعني بس إكزامبل كيف بيقدر أنتم تحركوه على إيدكم. هيدول الرولر بيساعدونا مجرد نحن ما نحركهم بيساعدونا لحتى يشدوا الجلد اللي موجود عندنا، وهون عندنا هيدي التقنيه واللي هي تقنيه النبضات، عندنا سرعات مختلفه، هيدي النبضات بتساعدنا لحتى حن النبضات موجودين هون، عندنا سرعات مختلفه، اول سرعه، ثانيه، وعندنا ثالث سرعه،
هيدول النبضات بيساعدونا لحتى يعملونا المساج. لما منروح على اي سبا شو بيعملوا؟ بيحطونا الكريم اللي بدهن اياه، بيقوموا بتدليك هيدي المنطقه، وبنلاقي هن وعم بيدلكوا المنطقه بيضغطوا اكثر على المناطق اللي هن بدهن اياها. هيدي الضغطه هي نفسها بتجيكم من خلال التقنيه النبضات اللي موجوده بقلب هيدا المشين. يعني هيدي المشين خفيفه الوزن، سهله الاستخدام، بتأملنا نفس التقنيه اللي بيتبعوها لحتى نتخلص من السيلولايت بالسبا، نفس هيدي التقنيه موفره لكم من خلال هيدا المشين. وفتنا بتفاصيل بكل قطعه كيف بتقدر تساعدنا لنعمل هيدا الشيء. Now we need to know how to use the product. We know that the machine comes with the cream. Let's talk briefly about the cream and how we can use the product. Okay, so the cream, the Fat Girl Slim Cream, is actually one of our best sellers for the body range in Bliss, and it's really good. So if you're massaging it into the problematic areas, your thigh, your abdomen, the caffeine in there will help to give that quick result and help to break down the fats within the body. Okay, إذا الكريم اللي بيجي مرفق لكم مع العلبة عند حصولكم لهيدي المشين هو مؤلف من الكافيين، بقلبه مادة الكافيين اللي بتساعدنا لحتى نحصل على نتائج سريعة. الكافيين هو عنصر أو مكون أساسي بيساعد على تكسير كل الخلايا الدهنية، فبمجرد نحن ما نحط هيدا الكريم ونقوم بالتدليك من خلال فات جيرل سليم ماشين بيساعدنا لحتى نتخلص من الفات اللي موجود معنا. بس بحب ذكركم هيدي المكنة هي مش بتقلل الوزن، يعني هيدي اللي نحن عم نقدمه اليوم هي مش مكنة لتقليل الوزن، ولكن بتساعد لحتى نحن نتخلص من مشكلة السيلوليت، بتساعدنا لنحدد جسمنا أو نعمل كونتور لجسمنا بطريقة كتير مرتبة. هيدا هو الكريم، وهيدي التكستشر تاعت الكريم كمان تكستشر كتير ناعمة، عم نشوفها مثل أي كريم، ريحته كتير حلوة، منا مزعجة أبدا، وهو العنصر الأساسي منه الكافيين. So first we need to apply the cream. Yes. We have Dina كمان معنا بالاستديو لح تفرجينا طريقة الاستخدام. So we need to apply the cream first. Yep. Okay. So we've got the Fat Girl Slim Cream. So we're going to apply a nice layer of this onto the leg so we can get a good glide with the machine. Okay. إذا بنحط نحن الكريم اللي موجود معنا، ولازم نحط كمية تكون كافية. هيدي الكمية بتساعد على انه المشين يقدر يتحرك معنا بكل سهولة. بعد ما نحن حطينا الكريم، الخطوة الثانية هي to use the machine مثل ما عم نشوف هلا مع دينا. هيدي المشين فيكن انتو تشتغلوا عليها اذا محطوطة على التشارجر، وفيكن انتو تشيلوا التشارجر، فيكن انتو to remove التشارج الواير اللي موجود لتقدروا انتو تتحكموا بكل سهولة. اذا بتشيلوا انتو الفيش الكهرباء، فيكن تشتغلوا على الكهرباء وفيكن تشحنوه ضاين معكم لفتره كثير طويله، وانتم بتقدروا تعملوا نفس الحركه اللي عم تعمليه لدينا واللي هي للاعلى، يعني بتاخذوا المنطقه اللي بدكم اياها وبتعملوها للاعلى لتحصلوا على النتائج اللي انتم بدكم اياها. اذا فات جيرل سليم بيساعدنا لحتى نتخلص من السيلوليت اللي موجود على اجسامنا، بيساعدنا لحتى يكون مظهر الجلد عندنا كثير مشدود وناعم، بيساعدنا لحتى نعمل كونتور لمنطقه الأفخاد، منطقة المعدة، الأرداف، وأيضا المؤخرة. طريقة الاستخدام كتير سهلة، كتير ناعمة، ما بتسبب أي انزعاج لأن وقت ما بنستخدمها، حتى صوت المشين اللي موجود معنا كمان كتير سهل كتير لألنا بمنطقة الأرداف، الأفخاد، المعدة، وأيضا المؤخرة. هو منه منتج بيساعدنا لنقلل من وزننا، حتى ما حدا يفهمنا غلط، نحن هيدا المنتج بيساعدكم لحتى تعملوا كونتور شكل مرتب أكتر على جسمكم. إذا عندكم هيدي علامات التمدد أو السيلولايت بتخف تماما من خلال هيدا المنتج. من خلال هيدي المشين اللي شفنا طريقة استخدامها قديه كتير سهلة، بيجي مرفق مع الكريم اللي معمول من الكافيين. هيدا الكريم كمان سهل الاستخدام، بيساعد لحتى يخلينا نتخلص من الخلايا الدهنية أو بيكسر عنا الدهن بالخلايا. موجودة معي ريتشل لحتى تعرفنا تفاصيل أكتر، واللي هي مديرة قسم التدريب بشركة Bliss. Rachel, now we need to know how can we work on the levels, because we know that we have a level that we spoke about earlier. We need to know how to work on the levels. So I would always suggest a new client to start on the lower setting first. So as you can see, there's 1, 2, and 3 settings here. So this is the pulsing action. So always start on 1 and then gradually you can work your way up. Okay. And then this again is the suction strength. So it, you know, depending on the client, that's how compromises to their
the level okay. of strength. إذا عنا هون الماشين برجع بذكركم هي بتعتمد على تقنية المساج اللي بيعتمد على الشفط واللي بيسموه vacuum massager. من خلال القطعة اللي موجودة هون بتساعدنا لحتى تشفط المنطقة اللي نحن بدنا إياها. الرولر اللي موجودين بيساعدونا لحتى يعملوا مساج للجلد. وكمان عنا تقنية النبضات اللي شفناها كمان على دينا كيف بتقدر تعمل هيدي التقنية نبضات اللي هي بتعطينا الإفكت نفس تاع المساج اللي نحن بنعمله بالسبا. عنا هون نحن ثلاث درجات موجودين، الدرجة الأولى ومننتقل للثانية ومننتقل للثالثة. بتنصحنا ريتشل انه دائما نحن نبتدي بالدرجه الاولى، بعد فتره زمنيه بننتقل للثانيه وبعدين للثالثه. وعندنا هون كمان اللي هي القوه اللي بدنا اياها، قوه الشفط قد ايه بدنا اياها، هل بدنا اياها قليله متوسطه اعلى واعلى. بتقدروا انتم تحددوا هيدا الشيء عم بتقول على حسب كل شخص كيف بيقدر يتحمل هيدي القوه انها تكون. عم نشوف كمان معنا هون دينا، فرجتنا ببدايه الفقره كيف فينا نستخدمه على منطقه الافخاد، فيكم تستخدموه كمان على التومي اريا او منطقه المعده ليعطي كمان نتائج كثير فعاله. We are talking about moving from one level to another. Yes. But how like at the time interval between both, like we can leave a week, a gap of a week. It depends on the client, but yeah, we would suggest that you start working your way up with it. What we want to do is we want to get the skin pinky. So when the skin gets pink, we know that there's good circulation and blood supply to that area. Okay, so it's not something bad to see any pink no, on your skin. It means that the product is really working. Yes, yeah. إذن عم بتقلنا أنه بمجرد نحن أنتم ما تستخدموه إننا بننتقلوا من الليفل الأولى للليفل الثاني والثالثة. بتتركوا ممكن في أشخاص يتركوا أربعة أيام، في أشخاص يتركوا أسبوع، على حسب كل سيدة قد ايه بتقدر تتحمل هيدا الشيء. عم بتقلنا لأنه نحن عنا عملية الشفط اللي ذكرت لكم عنا ببداية الحلقة، هيدي العملية لما نحن بنعمل شفط مجرد ما نشفط شو عم نعمل؟ نحن عم ناخد الطبقة اللي موجودة عنا بالجلد عم نشفطها لفوق، لما عم نشفطها عم نحرك الدورة الدموية أكثر بهيدي المنطقة لنساعد المكون الكافيين اللي موجود بالكريم إنه يتغلل أكثر بالخلايا الجلدية ليقدر يكسر الفات اللي موجود أو الدهون اللي موجودة. يعني صبايا إذا استعملتوه حسيتوا شوي احمرار على منطقة الجلد ما تخافوا، بالعكس البرودكت أو المنتج عم يشتغل لأنه عم بيحرك عندكم الدورة الدموية وهيدا الاحمرار بخف مع الوقت أو بعد ما تخلصوا أنتوا التريتمنت تاعيتكم بخف معكم تدريجياً. Now we come to the fun part and the most important part. When can we see the results? Okay, you should be able to see the results, I would say, within the first 2 weeks. But along with wow. a good exercise and diet, yeah. then hopefully, you know, you should start to see them within a couple of days. Okay. But definitely you will see the appearance of a smoother complexion on the okay. skin. النتائج بتقدروا تحصلوا عليها بخلال أسبوعين بس، جمعتين تقدروا انتم تحصلوا على النتائج اللي بدكم اياها. اي تريتمنت بدنا نعمله نحن بسبا او اي شيء بدنا نعمله قد ايه بياخذ معنا؟ بخلونا نروح على التريتمنت 7 مرات 10 مرات لنحصل على اللي بدنا اياه. كل تريتمنت قد ايه بتكلفنا؟ بتكلفنا مبالغ كثير كبيره. الرقم اللي عم بتشوفوه قدامكم على الشاشه بتدفعوه مره واحده لتحصلوا على هيدي الماشين، بتبقى عندكم هيدي المكنه طول العمر، بتقدروا انت تستخدميها، يمكن بناتك يستخدموها، اختك، اي حدا بالعائله بيقدر يستخدمها لانه هي امنه، ما بتنتقل يعني ما بتنقل اي شيء، يعني كمان هايجين، ما بتنقل اي ميكروبات من جسم للثاني، سهله الاستخدام، نتائج بتحصل عليهم باسبوعين. ريتشل عم بتقلنا اذا بناكل منيح بنعمل اكسرسايز كمان رح نشوف النتائج عم تطلع علينا اسرع واسرع بكثير. النتائج اللي حتحصلوا عليها حيخف عندكم مظهر السيلولايت كثير، رح تخف عندكم اي مشاكل موجوده على البشره او اي هيك اشياء مش صافيه على بشرتكم، كمان بنفس الوقت بيعملنا نعومه للبشره وبيعمل كونتور او تحديد لمنطقه الافخاد، الارداف، كمان عندنا منطقه المعده والمؤخره. في كمان نحن عندنا كونسيومر ترايلز او كل الاشخاص اللي جربوا هيدي المنتج عملوا عليهم احصاءات، 58% شافوا انخفاض بمستوى او بمظهر السيلولايت، 75%
75% حسوا انه ملمس الجلد عندهم كتير انعم، 94% مش بس حسوا انه الجلد ألعم ولكن الملمس تاع الجلد كمان اتغير. So Rachel, for how long we can use the product and how many times per week? So we can use the product in the certain areas for 3 minutes, so okay. overall 15 minutes over okay. the body. And I would suggest to use it every day until you start to see the results. Then when you start to see the results, you can actually slow it down to 3 times a week. اوكي، إذا عم بتقلنا طريقة الاستخدام غير اللي شفناها قد إيه هي سهلة، بحاجة أنتم لتستخدموها كل منطقة أنتم بتخصصوها 3 دقائق بس، كل النهار بحق لنا نحن نستخدمه 15 دقيقة، بنحصل على النتائج اللي بدنا إياها، كل يوم فينا نعمل هيدا الشيء، بعد ما نشوف النتائج اللي بدنا إياها اللي هي بعد أسبوعين أو 3، فينا نحن نستخدمه 3 مرات بالأسبوع، يوم إيه يوم لا، وإذا حصلتوا على نتائج كمان أكثر فيكم أنتم تخففوا هيدا الاستخدام تدريجياً. Rachel, I would like to thank you very much for joining me. And what's really wonderful today that we are really moving a spa to their home with a wonderful product. Yes, most definitely. Thank you, thank you. Thank you. إذن مشاهدينا من خلال هيدي الماشينة اللي أنتوا عم بتشوفوها أنتوا بتقدروا تتخلصوا من مشكلة هي بتعاني فيها منها كل سيدة. هيدي المشكلة مش شرط بيكون أنه من زيادة الوزن، ممكن تكوني أنت اللوك تاعك يمكن وزنك ضعيف ولكن عندنا